الإشكال تندرج في واحد العدد ديال الأحداث والوقائع قبل كورونا ومن بعد كورونا، أنه القطاع ولا مستهدف من عدة جهات. إنه كيف تتعلموا أنه عدة مذكرات ومذكرة وقرار عاملي وقرار عاملي، كأننا نبني مركبا نوويا أو نقوم بدراسة لخروج إلى الفضاء، مع العلم أنه قطاع نقل عمومي معروف. كانت هناك مكتسبات قديمة حصلنا عليها، هذه المكتسبات تتجلى في الحفاظ على العمل ديال السائق المهني، وكذلك المكتسبات ديال العقد النموذجي. هذا العقد النموذجي اللي ولا مستهدف من طرف جهات لحد الساعة لا نعرف ما هي، إلا أننا الآن في إطار صدد التواصل مع الإخوان لتحديد هذا السهام اللي تضرب قطاع سيارة الأجرة، وخاصة الصنف الأول، لأنه ما بقينا عارفين راسنا من روسنا. علاش؟ لأنه بزاف ديال مذكرات 336 اللي كتبت لي 446 اللي كنت كيرا 750، هناك لقاء حوار مع الداخلية، لقاءات هما مسيرة لقاءات بدون نتيجة. ونحن فئة من الفئات ديال المجتمع المغربي والشعب المغربي اللي تنكدوا وتنعملوا بدون اي مساعده من طرف الحكومه، والحكومه ايضا الان اللي هي تتبنى مشلوله ما تتعملش اي اتجاه، خاصه تتجه دائما لقطاع سياره الاجره اللي بات لهم الحيط الصغير. هذا الحيط الصغير هذا اللي هو تشكل الجبهات الداخليه الذي نادى عليها صاحب جلاله نصره الله في الخطاب الاخير وقال بتشكيل لجنه داخليه. ونحن نمتو انفسنا ونفتخر باننا لبنه من لبنه الجبهه الداخليه في هذا الوطن تجاه هذه السياسه المفبركه في داخل الحكومه اللي ما تتعتنيش بواحد الفئه من الفئات ديال الشعب المغربي اللي هي فئه السائقين المهنيين اللي كدوا وباعوا الغالي والنفيس من اجل الاستمرار في هذا العمل. لحد الساعه لا نعرف اي قانون نتبع، هي المذكرة 436 أو المذكرة ديال 2012 ديال العنصر، أو المذكرة ديال 750، أو المذكرة 440، أو القرار العاملي أو القرار العاملي الآخر. لهذا نطلب من صاحب جلالة رسول الله أن يتدخل بصفة شخصية، لأنه هو المسؤول على هذه الامتيازات اللي تمدها للشعب ديالو وكذلك للسائقين المهنيين، لأنه هذه الكوطة هذه لم تعد للسائق المهني فيها الا صفر. بالنسبه لهذه المشاكل هذه غادي تدرج ان شاء الله اطار التنسيقيه، جميع النقابات والمكونات الفاعله واللي كتنوب على المهنيين هي حاضره الان وبقوه، وعندها ترسانه من يعني المواقف ومن الاشكالات اللي غادي تلقى لها حل هي والقاعده اللي كتمثلها. كنتمناو خير في هذا الاتجاه هذا. كيبقى واحد الامر اللي طرحته هو قضيه الدعم ديال الغازوال، هو بطبيعه الحال كاين جوج ديال الرؤى. اولا الدعم ديال الغازوال كان فيه خطا منذ البدايه ديالو، انه كان كيمشي للسائقين المهنيين، الان كيمشي فقط غير المستغلين الذين لم يحترموا هذا الشرط انه يؤديوا هذا الدعم هذا للسائقين اللي كيعملوا وراء المقود. هذا طرح واحد المجموعه ديال الاشكالات طرحها على النقابات اللي تلقات عدة شكايات من طرف السائقين المهني كيشتغلوا، وكذلك من طرف وزارة الداخلية اللي تتلقى هذه الشكايات عبر الولايات والعمالات. وهذا هو اللي جعل انهم يخرجوا واحد القرار 1026 اللي غادي تطبق على المستغلين اللي ما اداوش هذاك الدعم للسائقين ديالهم. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني هو بعض المذكرات اللي خرجت منها، المذكره خصوصا تنفكر المذكره 750 اللي هي مذكره كان شاطرها وحنا معاها الا في بند واحد، وهو ذاك البند اللي كي في حاله وفاه المستغل كي تمشي المأذونيه وكتمشي ديك باقي السنوات هدرا، يعني ما كيستافدوش من ذوي الحقوق، وهذا فيه واحد الحيف بالنسبه للسائق المهني لا قدر الله في حاله الوفاه. هادو وقت بعض النقط اللي الان كتقلى سميتو، هناك نقط عديده من نقل السري الى اخره الى اخره.